من خلال برنامج بسمة احنا وياكم تعرفنا على العديد من البلدات والقرى في محافظة سلفيت. احنا اليوم متواجدين في بلد اسمه سكاكا، سميت بهذا الاسم انه كاينة مكان لسك العملة. تعالوا احنا وياكم نتعرف اكثر على هاي البلد وعلى اهلها. السلام عليكم. السلام. مرحبا يا عمي، كيف حالكم؟ تعالوا هننزلوا. بدي اول شيء اتعرف عليكم بعد ما اعرفكم مين انا. احنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمه، بنزور الكره والبلاد وبنحكي معهم نعطيهم جوائز. نتعرف عليكم واحد واحد. انت شو اسمك؟ تالا. تالا. وانت؟ ساره. وانت؟ مصطفى. طيب تالا، تالا وساره ومصطفى، انتم من اي بلد؟ مسكاكا. طيب تقدر تقولوا لنا شيء بسيط عن بلدكم؟ فيها شغلات حلوة زي أبو الزرد وزي الدير. طيب شو كمان؟ وكبيرة صغيرة كرينة وحلوة هيكش. قريتكم صغيرة مش كبيرة عشان نوضح للجمهور. طيب في أي صف أنتوا؟ كل واحد في أي صف؟ خامس. وأنت؟ سابع. أنا ثاني. مبسوطين أنه رجعتوا للدوام المدارس؟ من هي أم المؤمنين التي بعث الله لها سلام مع جبريل عليه السلام؟ زوجي من زوجات الرسول، ربنا بعث لها سلام مع الملك جبريل عليه السلام. عائشة. هسا في حدا من جوا غششكم عائشة، بس لا الجواب مش عائشة. خديجة. خديجة. انت بتقولي خديجة وانت؟ خديجة. وانت شو بتقول؟ خديجة. طيب انتوا الثلاثة جوابكم صح، فزتوا معنا بجائزة نقدية مقدمة من جمعية كراوة بني حسان التعاونية. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. حبيبي. يا هلا بك. شو اخبارك؟ بخير. كيف صحتك؟ تفضل حبيبي. اهلا وسهلا. اول شيء حابين نتعرف عليك. اهلا وسهلا. بليغ ابو حاتم من سكاك. اهلا وسهلا اخ بليغ. اهلا بيك. اخ بليغ، احنا برنامج تلفزيون اسمه بسمه. اهلا وسهلا. يعني منزور الكره والبلاد ونتعرف على الناس ونتعرف عليهم ونسالهم اسئله. يا ميت اهلا وسهلا. قبل ما نسالك السؤال اللي مكتوب في الورقه، سؤال البرنامج، بدنا تحكي لنا شوي صغيره عن سكاكا، لانه معظم الفلسطينيين ما بيعرفوش عنها كثير. سكاكا قرية بسيطة، عدد سكانها 1000 نسمة، 1200 نسمة. أهل ناس طيبة محترمين. شو أهم المعالم في البلد؟ البلد القديم. عنا البلد القديم، تراث قديم عمروا أهل البلد. العين. يعني في عند هناك منطقة عند فوق تحت البلد القديم عين مي، عمروا أهل المجلس القروي بتاع سكاكا شباب، وصارت يعني ضبطوا فيها كما منتزه حلو جميل صغير للبلد. طيب ان شاء الله اذا بصير معنا مجال نروح نشوفها ونصورها. اهلا وسهلا حبيبي. سؤالنا لحضرتك، ما هي معجزة الاسلام الخالدة؟ معجزة الاسلام الخالدة. اعطيك خيارات. تفضل. القرآن الكريم ولا الاسراء والمعراج؟ لا، القرآن الكريم. جوابك صحيح، القرآن الكريم هي معجزة الإسلام الخالدة. مزبوط. هيك فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من جمعية كراوة بني حسان التعاونية. أهلا وسهلا. تفضل. يسلم. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. سلام عليكم. وانتم بألف خير حبيبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. أهلين أهلين. احنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمة. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء لازم تيجي عندنا هنا لو سمحت بعد إذنك. نعم حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. نتعرف عليك. عيسى حمدان أحمد عياش. عيسى. نعم. أخي عيسى احنا إن شاء الله بنسألك سؤال وإذا بتجاوب معنا بتاخذ جائزة، بس قبل السؤال تفضل بدنا تحكي لنا شوي صغيرة عن سكاكا، من حيث أكم مدرسة فيها، أكم جامع فيها؟ إن شاء الله. قديش في عندنا نسبة متعلمين جامعيين؟ إن شاء الله. بالنسبة للمدارس في سكاكا كان زمان زمان غرفة واحدة مدرسة أنشأها واحد اسمه موسى البكر من الكويت سنة 1962، درسوا فيها، كانوا يدرسوا فيها مجمعين طلاب أول ثاني ثالث رابع، بعدين صرنا نروح على يوسف بعدها، هذا الحكي في بداية السبعينات. في سنة 1997 عملوا مدرسة من أول لرابع في سكاكا، والآن أصبحت من أول لتاسع المدرسة. عدد سكان سكاكا حوالي 300 نسمة تقريبا. يعني عندكم مدرسة ولا مدرستين هسه؟ مدرسة واحدة، هذيك طبعا حولوها لنادي صارت. طيب أنا هسه فيش مدرسة للبنات ومدرسة لا لا مشتركة، مختلطة المدرسة. مدرسة عندنا مدرسة واحدة مختلطة. نعم طيب. صحيح. طيب. عدد سكان القرية حوالي 300 نسمة تقريبا. فيها شارعين رئيسيين، الشارع هذا الرئيسي نص البلد، في عندنا شارع في تركيا فوق نسبة إلى طريق تركيا القديمة. طيب كم مسجد في البلد؟ مسجد واحد أنشئ سنة 1982، والمسجد القديم طبعا غير مستعمل حاليا. طيب هسه هذا مسجدنا القديم عمري قديم شوي. بما إنه إحنا سألناك عن مساجد القرية، سؤال البرنامج ما هو ثاني مسجد أن بنى على الأرض؟ المسجد الأقصى. المسجد الأقصى جوابك صحيح. نعم. بس يعني ما هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكل في المسجد النبوي أول شيء وبعدين المسجد الأقصى، بينهما 40 عام تقريبا. من حيث الزمن يعني. مش المسجد النبوي أول واحد، المسجد الحرام. المسجد الحرام في مكة، آسف، المسجد الحرام في مكة. صحيح. 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 وبينهما 40 عام. يعني إن جوابك صح. إن شاء الله. ربحت معنا جائزة مقدمة من جمعية كراو بني حسان التعاونية. هي جائزتك. حياكم الله. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. رمضان كريم عليكم. طب خلينا نكسبكم. الله يبارك فيك. استريحوا هيك نقعد. الله يبارك فيك. لا على الفطور أجير طلع نفطر في معيتكم. السلام عليكم. تفضل. نتعرف عليك. محمد غالب الهندي. اخوي محمد تعال لنا شوي صغيره هان. تفضل. كل عام وانت بخير، رمضان كريم. وانت بخير. احنا برنامج تلفزيوني اسمه بسمه. الله يخليك. جايين هنا نسالك سؤال ونعطيك جائزه، بس قبل السؤال بدنا تحكي لنا شوي صغيره عن بلدكم من النواحي الزراعيه. شو بزرعوا الناس؟ شو اشهر المزروعات؟ والله قريب بزرعوا مثلاً كمح، زيتون، أكثر شيء مشهورين في الزيتون. شو بزرع أخرى؟ خضروات إشي؟ خضرة، خيار، بندورة. في عندكم أراضي واسعة يعني للزراعة؟ في. الحمد لله في. سلامتك، أنا شايفك تعبان، بديش أفكر عليك. بسيطة. خلينا نسألك السؤال تبعنا مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام لا ابنه ولا مرته آمنوا فيه، تعرف شو اسمه؟ فيش. لا في وعمل سفينه. سيدنا نوح. سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام. مزبوط. انا متاسف اني غابتك، شايفك تعبان كثير. فبدي انا اختصر معك الدردشه. هي جائزتك مقدمه جمعيه كراو بني حسان التعاونيه. الف سلام عليك. الله يسلمك. يعطيك العافيه. شكرا لكم. حياك الله. حياك. من سكاكا كنا معكم في برنامج بسمه. انتظرونا بكره ان شاء الله في بلد جديده وبسمه جديده.